بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. فيديو اليوم عن ثلاثة أماكن ممكن تشاهدوها في ولاية إنعامة، وهي من أفضل ثلاث أماكن في هذه الولاية وبالتحديد في عين الصفراء. واحد تيوت، ثم القصر العتيق، وثالثا الرمال الذهبية بالعين الصفراء. هذه من أجمل ومن أروع الأماكن والواحات في ولاية الإنعامة، خاصة في عين الصفراء، واحد تيوت والقصر العتيق والرمال الذهبية بعين الصفراء. نترككم أعزائي المشاهدين في الاستمتاع بهذه الواحات الجميلة، وما تنسوناش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل، ثم ترك تعليق أسفل الفيديو والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.